يا اختي ويلا يا اخويا قاوموا كلنا مرض السكري وباء العصر الحالي ره شاغل بالي نقاوموا نقاوموا كلنا مرض السكري وباء العصر الحالي ره شاغل بالي يلا 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 يا اختي ويلا يا المسألة الأخرى اللي نبغي نعرف عليها بالنسبة لتوازن السكر في الدم هي هبوط السكر. هبوط السكر كيمكن لي نقول هو أخطر من ارتفاع السكر، لأن ملي كيهبط السكر بزاف واحد النسبة كثيرة كيهبط كيعرض المريض لواحد المشاكل كبيرة، كمثلا يكون غادي في الطريق حتى يوقع له هكاك ويطيح ويسخف وكيولي هو تهرس، ها وقعت له شي حاجه. يمكن الانسان كيكون سائق سيسوق شي سياره وتجي داك ليبوغليسيمي، كنقولوا لها ليبوغليسيمي، ويمكن له يتسبب في حادثه في الطريق او شي حاجه. لهذا كان خصنا دائما نردوا البال باش ما نوقعوش في هبوط السكر في الدم. وهذا الهبوط وقتاش كنقولوا كاين؟ ملي كيكون السكر قل من 0.7. ملي كيكون السكر قل من 0.7 راه كيكون ديك الساعه كنعتبروه راه السكر هابط، النسبه هابطه. ملي كنحسوا اشنو كيحس المريض ملي كيكون السكر هابط؟ كيحس بالعياء، كيحس بواحد الفشل، كيتكب عليه العرق، واحد العرق بارد كيهبط، كيولي الانسان كيرتعش كيرتعد، كاين اللي كيبدا يتعصب، كيتعصب بزاف بدون سبب، كيكون موتر بدون سبب. كذلك كيحس القلب ديالو كيضرب بالزربه، وهادو كل هاد الاعراض كتكون ملي كيهبط السكر. اشنو خص الانسان يدير؟ الا كان حداه لاباراي داك الاله باش كيعبر السكر كانت حداه، من الافضل يعبر السكر باش كيعرف النسبه اللي عنده. الا ما كانتش حداه لاباراي كنفضلوا ديك الساعه في داك الوقت باش ياخذ شي حاجه ياكلها، حاجه حلوه ياكلها، باش نتفاداو ان الانسان يوصل لواحد الهبوط كثير اللي كيمكن له يؤدي لفقدان الوعي واللي كنقولوا له كوما ومسائل خطيره جدا. الوغ ملي كنلقاو السكر هبط قل من 0.7 كيخصنا كنقولوا له غو سكراج، كناخذوا السكر باش نعاودوا نطلعوا النسبه اللي خصها تكون. شنو كنديروا هذاك لو سكراج؟ كناخذوا من الافضل، من الافضل ناخذوا السكر، ناخذوا طريفه داك السكر اللي كنديروا في القهوه، كناخذوا ثلاثه ديال القطعات ديال السكر وكناخذوها. او يمكن لينا ناخذوا واحد الكاس ديال كوكاكولا ولا كاس ديال واحد العصير حلو، مي انا كنفضل السكر، طويبات السكر. ومن بعد ما كناخذوا داك طويبات السكر، هو الانسان راه غير كياخذ داك طويبات السكر كيحس راسو شويه بدا كيحس حسن، ياكل من موراه سكر بطيء، يعني خبيز، من الافضل خبيز ولا روز ولا شي حاجه بحال هذه اللي كتقبلت له من بعد باش ما يعاودش ثاني يهبط له السكر. وكيخصنا نتفاداو اننا ملي كتجي هبوط السكر كنبقاو ناكلو بلا قياس وكناكلو بدون ما نشعرو، وديك الساعات كنطلعو السكر بزاف وكيولي ها هو طلع ها هو هبط. وهذا الطلوع والهبوط بصفه غير منتظمه كترتب عليها مشاكل كثيره.